بسم الله الرحمن الرحيم. حوار سلمان بن حمد مع الجمعيات السياسية والذي نعتقد بأنه خدعة ولعبة من ألاعيب النظام الغادر، والذي يريد سلمان بن حمد من خلاله إضعاف الحراك الثوري في الذكرى الثالثة للثورة في 14 من فبراير القادم، والذي يريد من خلاله أيضا أن يهيئ الأجواء المشجعة لسباقات الفورمولا 1 المقررة في إبريل القادم. كما أن النظام الخليفي بات يدرك جيدا التحولات المتسارعة في المنطقة، لذلك يحاول أن يستبق الأمور وأن يستميل الجمعيات إلى مشاريع مدمرة للثورة ومضرة بالمسير الثورة. وباسمي أنا وباسم جميع المطاردين المشردين بين المنازل والمقابر والمزارع، نعلنها بصريح العبارة: حوار سلمان بن حمد لا يمثلني.